السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكيستيون نيميرو 2 طالبين لينا فيه كالكولي كوسينوس ديال لونغ اللي كاينه اونتر الفيكتور في 1 اي في 2 هادو لي فيكتور يونيتير ساشون كو لونغ كوريسبوندون اي كومبري اونتر 0 اي بي. دونك يعني طالبين منا اننا نحسبوا الكوسينوس ديال لونغ اللي كاين بين هاد الفيكتور في 1 اي في 2 وهاد لي فيكتور سون يونيتير. بمعنى يعني باش نفهموها في الشكل هندسيا يعني كما قلت لكم قبيله هنايا كنا لقينا فيكتور في 1 فيكتور يونيتير ديالو راه هو هذا يعني غير وحده يكون كيساوي 1 لا نورم ديالها كتساوي 1 يعني صغيره صافي. بالنسبه لفيكتور في 2 اللي رسمنا هذا بالخضر هذا في 2 كبير اوكي مي لا نورم ديالو كنا لقيناها كتساوي نيت او 2 يعني هي هادي نيت. دابا واش طالبين اننا نحسبوا الكوسينوس اللي كاين اونتر هاد لي دو فيكتور يعني في هاد البلاصه اوكي يعني طالبين نحسبوا الفيكتور يعني كوسينوس اللي كاين في هاد لونغل في هاد الزاويه. هنا شنو كنلاحظوا على ان الكوسينوس اللي كاين بين الفيكتور يونيتير في 1 اي الفيكتور يونيتير في 2 راه هو نيت الكوسينوس ديال هاد في 1 كبيره و في 2 كبيره اللي كاين بيناتهم حيت لونغ اللي كاينه بيناتهم كتبقى نفسها ما كتغيرش واضح ياك لونغ كتبقى هي الوغ اون بو اكريغ نقدروا نكتبوا على ان الكوسينوس ديال في 1 اي في 2 راها كتساوي نيت الكوسينوس ديال في 1 اي في 2. علاش درنا هكا؟ بغينا نحسبو بهذا يعني ها بدلاله لي فيكتور الكبار صافي. علاش؟ حيت عندنا الكيستيون نيميرو 3 غيطلبوا لينا فيه يعني برودوي سكالير ديال في 1 اي في 2. حنا بغينا نتجنبوا هذه الطريقه باش نخليوها يعني بالنسبه للكيستيون 3 اوكي. حنا غادي نحاولوا نجاوبوا بدلاله لي فيكتور الكبار حيت هادي راه كتساوي هادي كما قلنا انطلاقا من الشكل اوكي مزيان. دونك هادي اش كتساوي لو فيكتور في 1 سكالير فيكتور في 2 ديفيزي بار لا نورم ديال فيكتور في 1 فوا لا نورم ديال فيكتور في 2. كاين فيكم اللي غادي يفهم هادي كي درنا ليها كاين فيكم اللي غادي ما غاديش يعرف كي درنا تا جبناها. هادي فقط يعني برودوي سكالير ديال دو فيكتور كرابيل نديرو هنا واحد رابيل بالنسبه للبرودوي سكالير. يعني الا كان عندك واحد الفيكتور مثلا في 1 سكالير في 2 كيفاش غادي نديرو تنحسبوها؟ كدير لا نورم ديال في 1 فوا لا نورم ديال في 2 وكدير ليها فوا الكوسينوس اللي كاين كوسينوس ديال لونغل اونتر فيكتور في 1 اي في 2 اوكي. هذه هي القاعده ديالتنا ديال لو برودوي سكالير. دونك هذه هي اللي طبقناها هنا يعني خلينا بغينا حنا غير الكوسينوس يعني هاد جوج غنجيبوهم نديرهم في المقام. داكشي درنا خلينا هاد جوج درناهم في المقام قاعده ديال برودوي سكالير. عندنا واحد القاعده اخرى يعني كنقدروا نحسبوا بها البرودوي سكالير. شنو هي؟ هي مثلا الا كان عندنا حيت عندنا جوج طرق اوكي. الطريقه الاولى هي هذه الطريقه الثانيه حتى هي مهمه خصكم تعرفوها هي في 1 سكالير في 2 كتساوي اكس فوا اكس بريم بلس ايغريك فوا ايغريك بريم بلس زد فوا زد بريم صافي. بحيث ان هاد الفيكتور في 1 الاحداثيات ديالو هما اكس ايغريك زد اي فيكتور في 2 الاحداثيات ديالو هما اكس بريم ايغريك بريم زد بريم واضح.
دونك الا كان عندك هنا يعني الاحداثيات كتقدر تحسبها بهذه الطريقه، ولا كتحسبها بهذه الطريقه اللي عندك لي نورم والكوسينوس. صافي، حنا دابا في هذا الكيستيون عندنا مطلوب اننا نحسبوا الكوسينوس، يعني خاصنا نتلقاو لو برودوي سكالير عاد نقسمو على لي نورم. لي نورم كنا حسبناهم في الكيستيون السابق، الكيستيون الاول، مي بالنسبه للبرودوي سكالير خاصنا نحسبوه. دونك ما نقدروش نحسبوه حنا بهذه الطريقه الاولى. علاش؟ حيت الطريقه الاولى فيها الكوسينوس، وحنا اصلا الكوسينوس ما عندناش. مي بالنسبه لهذه الطريقه الثانيه نقدروا نستخدموها. علاش؟ حيت عندنا لي كوردوني ديال في 1 وعندنا لي كوردوني ديال فيكتور في 2 اللي هما هادو، ياك؟ ها هما في 1 كاينين لي كوردوني ديالو، وفي 2 راه كاين عندنا كوردوني ديالو. دونك نقدروا نحسبوا في 1 سكالير في 2. دونك نحسبوها في 1 لو فيكتور في 1 سكالير فيكتور في 2. بالنسبه لهنايا او 1 كنلاحظوا فيها 1، دونك غادي نقدروا نكتبوا 1 فوا. بالنسبه لفي 2 اش عندنا فيها؟ عندنا فيها غير او 2. باش نوضح لكم الفكره اكبر ولا بشكل اكثر، دونك في 1 شنو هما لي كوردوني ديالها؟ عندنا او 1 فيها 1، او 2 فيها 1، او 3 ما كايناش يعني غيكون فيها 0. دونك هادشي كنكتب هنا. بالنسبه لفي 2 لي كوردوني اللي عندنا، عندنا هنايا او 2 هي بوحده اللي كاينه، دونك هنا في الاول كاين 0 1 0 حيت او 2 هي اللي فيها 1، هي هي ديال او 2. او 1 ما كاين فيه والو غيكون فيه 0، او 3 ما كاين والو غيكون فيه 0. دونك اش قلنا كنديرو؟ كنديرو اكس فوا اكس بريم بلس ايغريك فوا ايغريك بريم بلس زد فوا زد بريم. دونك 0 دونك 1 فوا 0 بلس 1 فوا 1 بلس 0 فوا 0 اللي هي 1. دونك هذا هو البرودوي سكالير ديالنا. دونك بقى لينا غير لابليكاسيون نيميريك ديال الكوسينوس اللي كاين في لونجل لي اونتر فيكتور في 1 اي في 2. دونك غيساوي لينا 1 كما قلنا على لا نورم ديال فيكتور في 1. كنا حسبناها لقينا فيها اكزاكتومون، لقينا فيها راسين ديال 2، وبالنسبه لا نورم ديال فيكتور في 2 لقينا فيه 1. دونك فوا 1 دونك كتساوي غاسين ديال 2 سور 2. يعني ملي كنحيدو هاد الجذر من التحت كتعطينا غاسين ديال 2 سور 2. دونك هذا هو الكوسينوس ديالنا ديال لونغل اللي كاينه اونتر فيكتور في 1 اي في 2، واللي هي ايضا هي الكوسينوس ديال اونتر لي فيكتور يونيتير في 1 اي في 2 est égal racine de 2 sur 2. Très bien. Nous voyons la question numéro 3. Yeah.